بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا لهذا اليوم العمليات على العبارات الجذرية. فيما سبق درست تبسيط عبارات تتضمن الجذر النوني، والآن أبسط عبارات جذرية، أجمع عبارات جذرية وأطرحها وأضربها وأقسمها. المفردات انطاق المقام، الجذور المتشابهة والمرافق. في تبسيط الجذور أو العبارات الجذرية يمكن تبسيط العبارات التي تحوي جذورا نونية باستعمال خواص العمليات عليها. خاصية ضرب الجذور لأي عدد حقيقيين A و B ولأي عدد صحيح N حيث الN أكبر من واحد، فإن الجذر النوني لـ A B هي عبارة عن جذر النوني لـ A مضروف الجذر النوني في الـ B. نوزع الجذر على ما بداخل الجذر. إذا كان N عددا زوجيا وكان A و B عددا غير سالبين، أو إذا كان N عددا فرديا. عندي الآن جذر الاثنين في جذر الثمانية يعطيني جذر الستاعش، أو جذر التربيع لستاعش يساوي أربعة. عندي الجذر الثالث للثلاثة والجذر الثالث للتسعة يساوي الجذر الثالث 27 اللي هو عبارة عن الثلاثة. ولكي تكون العبارة الجذرية التي تتضمن جذورا في أبسط صورة، يجب أن يتضمن ما تحت الجذر عوامل غير العدد واحد. يمكن أن تكتب في صورة قوة نونية لعدد صحيح أو كثيرة حدود. عندي الآن في التبسيط تبسيط عبارات جذرية باستعمال خاصية الضرب. يعني إذا كان أنا عندي القوة لا تقبل القسمة على نفس الجذر، فأنا أقدر أحولها إلى حاصل ضرب اللي هو عبارة عن عدد صحيح أو كثيرة حدود. عندي الآن في 1A تحقق 1A، راح نتبع نفس الخطوات الموجودة في المثال الأول. عندي الجذر التربيعي لـ 12D تكعيب C أس 12. أول شيء الـ 12 أقدر أرفع عدد لأس 2 ويعطيني 12 اللي هي عبارة عن 2 أس 2 في الثلاثة، أو نقدر نحللها إلى عواملها الأولية. الـ 12 تقبل قسمة على 2 فيها الستة، الستة تقبل قسمة على 2 فيها الثلاثة، الثلاثة تقبل قسمة على نفسها فيها الواحد. إذن عندي الـ 12 هي عبارة عن 2 تربيع مضروبة في الثلاثة. الدي أس 3 ما في عددين، لما أضربهم يعطيني الاثنين، لكن أقدر أحولها إلى دي تربيع مضروبة في دي أس واحد. لما أجي أجمع الأسس راح يرجع لي بالدي تكعيب أو دي أس ثلاثة. عندي الآن السي الاثناعش. السي الاثناعش عبارة عن أقدر أحولها إلى سي أس ستة الكل أس اثنين، لأن الاثنين في الستة راح تعطيني اثناعش. الآن كل هذه خطواتي عشان أقدر أبسط أو أوسط عندي الجذر إلى أبسط صورة. عندي الآن الاثنين هذه تطلع من تحت الجذر لأنها التربيع يروح مع الجذر، فيبقى لي الاثنين. عندي هذه الديد أيضا تطلع من تحت الجذر يروح التربيع مع الجذر. وعندي أيضا السي أس ستة تطلع من تحت الجذر لأن التربيع يروح مع الجذر، ويبقى لي ما بداخل الجذر الثلاثة، يبقى لي الدي الموجودة هنا أو الدي أس واحد. هذا عبارة عن تبسيط أو تبسيط سؤال تحقق من فهمك 1A. راح ننتقل الآن إلى 1B. عندي الجذر الثالث لـ 27 Y 12 Z 7 أس 7. عندي الآن 27 عبارة عن 3 أس 3، طبعا هي الجذر الثالث لثلاثة أس ثلاثة. الواي عبارة عن أوجد عدد لما أضرب في ثلاثة يعطيني 12، أربعة في ثلاثة، فنكتب الواي الأربعة بالداخل والقوس كله برا عبارة عن الثلاثة عشان أقدر أتخلص منه، أتخلص الأس مع الجذر. عندي الزد الآن ما في أي عددين أضربهم يعطيني سبعة، وأحد الأعداد فيها ثلاثة. الحل الوحيد إني أخليها عبارة عن زد أس ستة لأن ستة تقبل قسمة على ثلاثة في زد. أول شيء الثلاثة تطلع من برا الجذر بثلاثة لأن الأس تروح مع الجذر، والواي أس أربعة تطلع من تحت الجذر لأن الأس ثلاثة تروح مع الجذر،
وعندي أنا الستة الآن حاصل ضربها كم؟ 2 في 3 الزد والستة، الستة هذه حاصل ضربها 2 في 3، الثلاثة تروح مع الجذر فتطلع لي بزد تربيع، ويبقى لي بداخل الجذر فقط الزد، الجذر الثالث للزد. بكذا نكون بسطنا عبارات جذرية باستعمال خاصية الضرب. رح ننتقل الآن إلى خاصية القسمة لأي عددين حقيقيين A و B، حيث البي لا يساوي الصفر لأن البي واقع في المقام، ولأي عدد صحيح N حيث الN أكبر من الواحد، فإن الجذر النوني للA والبي عبارة عن الجذر النوني للA على الجذر النوني للبي، نوزع الجذور على البسط والمقام إذا كان جميع الجذور معرفة. عندي الآن لإزالة الجذور من المقام أو الكسور تحت الجذر استعمل عملية تسمى انطاق المقام، ولعمل ذلك أضرب البسط والمقام في مقدار بحيث تكون جميع أسس الثوابت والمتغيرات الموجودة تحت الجذر من مضاعفات دليل الجذر، مما يسهل إيجاد الجذر الدقيق. أنا عندي نوعين، لما يكون جذر تربيعي ولما يكون جذر النوني، يعني جذر مثلا الثالث الرابع الخامس وهكذا. الجذر التربيعي فقط أني راح أضرب البسط والمقام في نفس الجذر، لكن الجذر النوني راح أضرب البسط والمقام في الجذر النوني نفسه، لكن الأس اللي بداخل الجذر راح نقول N ناقص X. مثل أنا عندي الآن هنا الجذر الثالث للاثنين، طب أنا عندي هنا مو الجذر التربيع، الجذر الثالث، فأنا راح أضرب البسط والمقام في الجذر الثالث للاثنين، بعدين راح أخذ الثلاثة هذه أقول 3 ناقص أس العدد اللي بداخل الجذر 1 فيعطيني 2 أس 2 اللي هي عبارة عن 4. في مثال 2 تبسيط عبارات جذرية باستعمال خاصية القسمة، راح نحل بشكل مباشر تحقق من فهمك 2A. عندي الآن جذر الـ A أس 9 على جذر الـ B أس 5. أنا عندي الآن هذا الجذر التربيعي، فبشكل مباشر أول خطوة أنا أحتاج أني أبسط قبل ما أضرب البسط والمقام في مرافق المقام. عندي الآن التسعة هذه ما في عددين أضربهم بعض يعطيني 9 من ضمنها الاثنين، يعني ما في عدد أضربه في الاثنين يعطيني 9، لكن الحل الوحيد أني أقدر أقسم الـ A إلى حاصل ضرب A في A، فتصبح عندي الآن جذر A في A. راح أضع هنا 8 لأنها تقبل قسمة على الاثنين، وراح أضع هنا الواحد لكن الواحد لا يكتب. نفس الشيء الأس 5 البي أس 5، عندي ما في عدد أضربه في الاثنين يعطيني 5، لكن أقدر أفصل البي إلى حاصل ضرب بي في بي، البي الأولى عبارة عن بي أس 4 والبي الثاني عبارة عن بي أس 1 وما يكتب الواحد. الآن عندي الآن هذه حاصل ضربها 2 في 4 فتطلع من تحت الجذر ب A أس 4 مضروبة في الـ A، هنا حاصل ضربها 2 في 2 فواحدة من الاثنين تروح مع الجذر فتطلع لي ب تربيع مضروبة في الجذر B. الآن الجذر التربيعي موجود في المقام، فأنا أبغى أتخلص منه بأني راح أضرب البسط والمقام في مرافق المقام أو الجذر الموجود في المقام، راح أضرب هنا في جذر البي، راح أضرب هنا في جذر البي. عندي الآن في البسط عبارة عن A أس 4 في الجذر، طبعا ضرب عادي ما بداخل جذر نضربه في عادي، فيصبح عندي A في B على البي تربيع. أنا عندي لما أخذ الجذر وأضربه في مرافقة أو في نفسه على طول راح يعطيني، راح تروح الجذر فيبقى لي B، إذا B تربيع في B. آخر شيء راح تصبح عندي A أس 4 في الجذر AB، هنا راح نجمع الأسس راح يبقى لي B تكعيب. بكذا استخدمنا تبسيط عبارة جذرية باستعمال خاصية القسمة وباستعمال خاصية انطاق المقام. هذه بالنسبة إلى سؤال 2A. راح ننتقل إلى سؤال 2B، راح ناخذ الحالة الثانية. عندي الآن في 2B
عطاني الجذر الخامس لثلاثة على أربعة واي. أول خطوة راح نسويها راح أوزع الجذر على البسط والمقام. عندي الآن الجذر الخامس للثلاثة على الجذر الخامس لأربعة واي. الخطوة الثانية إيش راح نسوي؟ راح نضرب البسط والمقام في مرافق المقام. طب أنا عندي المقام هنا ليس الجذر التربيعي، فمعناها الآن راح تصبح عندي الجذر الخامس لأربعة واي أس خمسة ناقص الواحد، فتصبح عندي الجذر الخامس لأربعة واي الكل أس أربعة. راح أضرب الآن بستخدم طريقة انطاق المقام الحالة الثانية الموجودة هنا. فالآن البسط راح أضربه في الجذر الخامس لأربعة واي الكل أس أربعة، هنا أيضا راح أضرب في الجذر الخامس لأربعة واي الكل أس أربعة. الخطوة اللي بعدها راح أضرب عادي، هنا الأس مرفوع للأربعة ومرفوع للواي، أربعة في أربعة، وراح أضرب في العدد اللي هنا ما ننساه، الأربعة في الأربعة في الثلاثة راح تعطيني 768. إذن الجذر الخامس لسبعمائة ثمانية وستين، والواي المتبقية هي عبارة عن واي أس أربعة. نأتي الآن لضرب المقام. عندي الآن في ضرب المقام راح نجمع الأسس. عندي الآن هنا الأربعة مفروض أربعة أس أربعة، وهنا أربعة الواي أس أربعة، فيصبح عندي الجذر الخامس هنا واي واحد، وهنا واي أسها واحد، هنا واحد لما أجمعها مع طب الأربعة أساس والواي أساس راح أجمع الأسس، واحد مع الأربعة راح يعطيني خمسة، والواحد مع الأربعة اللي فوق الواي راح يعطيني خمسة أيضا. الآن البسط عبارة عن الجذر الخامس لسبعمائة ثمانية وستين واي أس أربعة، الأس اللي هنا يروح مع الجذر، الأس اللي هنا يروح مع الجذر، فيبقى لي أربعة واي. فيما يأتي ملخص القواعد التي تستعمل في تبسيط العبارات الجذرية. تبسيط العبارات الجذرية: تكون العبارة الجذرية في أبسط صورة إذا تحققت جميع الشروط الآتية: إذا كان دليل الجذر إن أصغر من ما يمكن، إذا لم يتضمن ما تحت الجذر عوامل غير العدد واحد يمكن أن تكتب على الصورة قوة نونية للعدد صحيح أو لكثيرة حدود، إذا لم يتضمن ما تحت الجذر كسورا، إذا لم توجد جذور في المقام. العمليات على العبارات الجذرية: يمكن استعمال خاصيتي الضرب والقسمة لضرب بعض العبارات الجذرية وقسمتها. في مثال ثلاثة ضرب العبارات الجذرية جدا جدا سهل. ضرب العبارات الجذرية: فقط أضرب المعامل مع المعامل، وما بداخل الجذر مع ما بداخل الجذر، وإذا تشابهت الأساسات راح نجمع الأسس. راح نحل ثلاثة أي. عندي الآن المعامل الجذر مع المعامل الجذر ستة في أربعة راح تساوي 24. عندي الآن الجذر التربيعي الثمانية في الاثنين. طيب الثمانية هي عبارة لما أجي أحللها هي عبارة عن اثنين أس ثلاثة مضروبة في الاثنين. أيضا السي مع السي راح نجمع الأسس فيعطيني سي أس أربعة، وعندي أيضا الدي مع الدي لما أجمع الأسس فيعطيني دي أس ثمانية. عندي الآن 24 الجذر التربيعي راح الاثنين مع الاثنين راح يصبح الأساسي اللي عبارة عن اثنين، ونجمع الأسس ثلاثة زائد الواحد أربعة لسي أس أربعة لدي أس ثمانية. اثنين أسها أربعة، الاثنين عبارة عن اثنين في اثنين، الاثنين تروح مع الجذر فيبقى لي فتطلع من برا الجذر باثنين أس اثنين. نفس الشيء هنا السي اثنين في اثنين،
الاثنين تروح مع الجذر يبقى لي 2 سي تربيع. نفس الشيء 8 هي عبارة عن الأربعة في الاثنين، الاثنين تروح مع الجذر فيبقى لي دي أوس الأربعة. آخر شيء راح نضرب الاثنين في الاثنين أربعة، الأربعة في 24 راح تعطيني 96 سي تربيع دي أوس أربعة. كذا استخدمنا عملية الضرب لتبسيط العبارة الجذرية. يمكنك جمع العبارات الجذرية وطرحها بالأسلوب المستعمل عند جمع وحدات الحد أو طرحها، ولكن بشرط أن تكون الجذور متشابهة، أي أن يكون الجذور الدليل نفسه وما تحت الجذر المقدار نفسه. أنا عندي الآن هنا هذا الجذر متشابهان، ليه؟ لأن لها نفس الجذر، هنا تربيعي وهنا تربيعي، ما بداخل جذر نفسه، هنا ما بداخل جذر، لكن هنا غير متشابهان، هنا ما بداخل جذر متشابه، لكن هنا الجذر التربيعي وهنا الجذر الثالث، عشان كذا نقول غير متشابهان. هنا ما بداخل الجذر غير متشابه، ما بداخل جذر غير متشابه، ولكن كلها الجذر التربيعي، هنا نقول غير متشابهان. الحالة الوحيدة هنا إنها نقول لها نفس الجذر ولها نفس القيم اللي ما تحت الجذر. راح ناخذ 4A، راح نبسطها باستخدام أو راح نجمع العبارات الجذرية. عندي الآن في 4A 4 جذر 8 زائد 3 جذر 50. عندي الآن هنا 4 جذر 8 هي عبارة عن الأربعة في الاثنين زائد الثلاثة في الجذر التربيعي الخمسين، هي عبارة عن 25 ضرب الاثنين. الآن الأربعة هذه تطلع من تحت الجذر بالاثنين، معناها الأربعة في اثنين باقي جذر الاثنين زائد ثلاثة، 25 تطلع من تحت الجذر بخمسة، يبقى لي تحت الجذر اللي هو جذر اثنين. فتلاحظين هنا الجذر هذا تشابه مع هذا الجذر، إذا الآن نقدر نجمع. أول شيء الأربعة في الاثنين ثمانية جذر الاثنين زائد الثلاثة في الخمس في الخمسة يعطيني 15 جذر الاثنين. لما أجي أجمع 8 زائد 15 راح تعطيني 23 جذر الاثنين. ضرب العبارات الجذرية، الضرب ضرب عادي باستخدام خاصية التوزيع. الحد الأول راح نضربه في القوس الثاني، والحد الثاني راح نضربه في القوس الثاني، وهكذا. إذن عندي الآن في سؤال 5A، أول شيء راح آخذ 6 جذر 3، المعامل مع المعامل، ما بداخل جذر مع بداخل الجذر، 6 في الاثنين تساوي 12، جذر 3 في جذر 5 يعطيني جذر 15، بعدين زائد 6 في 4 24، جذر 3 في جذر 2 يعطيني جذر 6، ناقص أراعي الإشارة الموجودة هنا، ناقص خلاص سو سالب، سالب 5 في 2 يعطيني سالب 10، ما في جذر أضربه في بعض فينزل جذر 5. آخر شيء سالب 5 في 4 يعطيني سالب 20 في جذر 2. هذه إجابة 5A. آخر نقطة راح ناخذها في هذا الدرس، تعتبر كل من ثنائيتي الحد التاليين مع الصورة، حيث الـ A B C D أعداد نسبية مرافقة، ويمكن استعمال المرافق لإنطاق المقام. عندي الآن هنا في المثال 6، أنا عندي ثنائية حد موجود جذر في المقام، راح أضرب البسط والمقام في المرافق، المرافق عكس إشارته، جذر 5 موجب 1، وراح نجري العمليات أو عمليات الضرب نفس اللي تعرفنا عليها هنا في المثال السابق، لكن راح أحل سؤال على هذه الجزئية اللي هي عبارة عن سؤال 11. عندي الآن 5 على جذر الاثنين زائد الثلاثة،
أنا عندي ثنائية حاد موجودة في المقام بينهم جذر، راح أستخدم عملية انطاق المقام، راح أضرب البسط المقام في مرافق المقام العبارة عن جذر الاثنين سالب الثلاثة على جذر الاثنين سالب الثلاثة يساوي، هنا راح نضرب ضرب باستخدام التوزيع بيعطيني 5 جذر الاثنين ناقص 15 على هنا الجذر مع الجذر والعدد مع العدد بيعطيني 2 ناقص 3 في 3 عبارة عن 9 يساوي 5 جذر الاثنين ناقص 15 على سالب 7. طيب أنا أبي أتخلص من الإشارة السالبة الموجودة في المقام، الحل الوحيد أني راح أخذ من البسط الإشارة السالبة كعامل مشترك عشان أقدر أتخلص منها البسط والمقام إشارات السالبة. فعندي الآن راح أخذ السالب كعامل مشترك، السالب هذه راح تطلع برا، راح أغير إشارة اللي هو هذه تصير هذه الموجبة تصير سالب وهذه السالبة تصير موجب. فعندي الآن راح أخذ 15 سالب 5 جذر الاثنين على سالب 7، السالب الآن يروح مع السالب يبقى لي 15 سالب 5 جذر الاثنين على 7. بهذا السؤال نكون انتهينا من هذا الدرس، ودمتم في رعاية الله وحفظه.